وفي إيطاليا التي تشهد وضعاً صعباً ودقيقاً مع بلوغ عدد الوفيات بالمئات، يحاول التونسيون المقيمون هناك التأقلم مع الأوضاع السائدة، وفي مسعى للتعرف على أوضاع البعض منهم، أفادنا رئيس رابطة جمعيات التونسيين بإيطاليا رضا المشرقي بأن عائلة تونسية متكونة من 5 أفراد بمدينة ميلانو أثبتت التحاليل إصابتهم جميعاً بالفيروس بعد إصابة أولى للأب. ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من مدينة بريتشيا، ثاني بؤرة للفيروس في إيطاليا، رئيس رابطة جمعيات التونسيين رضا المشرقي. سيد مشرقي، مرحبا بك. أهلا، مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين. طيب، بداية لو تصف لنا سير الحياة اليومية للعائلات التونسية في ميلانو، كيف هي حالتهم على الأقل؟ لو تحدثنا عن الأسر التي تتواصلون معها. نعم، شكرا على الفرصة هذه. هي في الحقيقة العائلات التونسية ملتزمة بالإجراءات الصحية التي فرضتها السلطات الإيطالية في إيطاليا، وخاصة يعني في لومباردية، إيميليا رومانيا، والفينيتو، الثلاث المقاطعات التي يعني مسجلة فيها أكثر حالات الإصابات. وبالتالي نحن كمجتمع مدني حاولنا أن نتواصل مع التوانسة، ليس مباشرة ولكن عبر إما التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات الواتساب وغيرها. ولذلك فما هناك كثير من الخلايا للمتابعة خاصة في هذه المناطق، بالتنسيق طبعا مع القنصليات التونسية بإيطاليا ومع دار التونسي. وبالتالي الحمد لله قاعدين نتواصل مع كل أغلب الجالية على الأقل، حتى يعني نبعث لهم رسائل طمأنة وندعمهم، وإذا ثم عائلات معوزة تمر بظروف صعبة زادة نتدخل، وخاصة أن تعرفوا الآن المطاعم الجامعية مغلقة، فالطلبة محتاجين مساعدات يعني على الأقل، يعني حتى نكون إلى جانبهم. طيب سيد مشرقي، لو نقف على مدى الاستجابة للإجراءات الوقائية، كيف هي؟ هل تم الاستجابة يعني كليا للإجراءات المفروضة من قبل السلطات الإيطالية؟ طبعا تعرف أن الشعب الإيطالي شعب يعني واعي وشعب مسؤول، بالرغم أن السلطات في إيطاليا تحركت متأخر، لكن الشعب يحاول أن يلتزم بكل الإجراءات المتخذة. وفي هذا المجال يكفي أن تعرف مثلا في إيطاليا أكثر من 60 مليون لم يسجل إلا حوالي 2000 حالة يعني مخالفة في الفترة السابقة. وبالتالي يعني كما ذكر منذ قليل مدير الصحة في تونس أن الإجراءات الأربعة البسيطة، غسل اليدين وعدم الاحتكاك مع الناس وعدم التسليم والإجراءات البسيطة، هي اللي ساعدت على الآن على الأقل يحاولوا محاصرة هذا الوباء، وبالتالي حتى لا يسجلوا حالات يعني أكثر. الآن ربما من هنا الغدوة إن شاء الله ربما في إيطاليا يبدأ العد التنازلي في الإصابات بإذن الله، وبالتالي إن شاء الله نأمل أنه من هنا هم واضعين ربما 25 أبريل إن شاء الله يكونوا قد انتهى هذا الوباء بإذن الله. بالنسبة للجالية التونسية، هل هناك استجابة للإجراءات المفروضة؟ نعم، بالنسبة للجالية التونسية طبعا لأن هي جزء من المجتمع الإيطالي، فبالتالي بالطبع الأغلبية حتى اللي ربما يحاول أنه يهول من المسألة هذه، لا احنا كمجتمع مدني نحاول نتواصل معهم، نحاول نبين لهم بالفيديوهات بالميساجات بغيرها حتى يعني يلتزموا الإجراءات الصحية. نعم. ربما الحمد لله لحد الآن حاولنا فقط سجلنا حالتين، حالة في بريشة وخرج، هو من شاب تونسي وخرج الحمد لله معافى، والبارح تم تسجيل حالة أخرى عائلة تونسية، ونأمل إن شاء الله الآن يعني دائم في التواصل معهم حتى يعني نتابعهم وحتى نشوف يعني إيش ممكن نقدم لهم. نعم. كمجتمع مدني وكسلطات. سؤال أخير سيد مشرقي، بما أنك تقريبا في ثاني بؤرة لانتشار الفيروس في إيطاليا، كيف تصف لنا الأوضاع هناك باختصار لو سمحت؟ نعم شكرا. والله في بريشيا اللي هي ربما تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد الإيطالي، لكن الناس خيرت صحتها على الناحية الاقتصادية. الآن الشوارع شبه مقفلة، يعني المحلات كلها مقفلة ما عدا محلات المواد الغذائية، البنوك، البريد، جميع المؤسسات الإدارية كذلك مغلقة.
الناس ينتقلوا بالضروره القصوى فقط. الحدائق كذلك نعم. ملقى يعني حقيقة وضع حساس شوية. أنا أريد أن أرسل برسالة الشعب التونسي لا تستهزأ من هذه الفيروس. أمور بسيطة لكن يمكن نعم. أن تستفيد منها وبالتالي يعني تنقذ نفسك وتنقذ الشعب التونسي. نأمل أن تصل الرسالة. رئيس رابطة جمعيات التونسيين رضا المشرقي، كنت معنا مباشرة من مدينة بريتشيا الإيطالية، شكرا لك ونرجو السلامة للجالية التونسية في إيطاليا.